بمناسبه عيد الاب، خلينا نتحول لشان اخر. وزاره التضامن اطلقت النسخه الثانيه لمبادره الاب القدوه في اطار الاحتفال بشهر الاسره والتربيه الايجابيه، اللي بتستهدف التاكيد على الدور المحوري للاب داخل الاسره وأهمية الدور التوجيهي داخل الأسرة. خليني أقول إن هو يعني العيد المنسي زي ما بيقولوا عليه، يعني أهمية الأب أكيد أكيد كبيرة جدا داخل الأسرة، لكن خليني أقول إنه محتاجين فعلا نعمله يوم رسمي بقى زي عيد الأم كده، وقبلها بشوية نحتفل الأم برضو بصراحة واخدة حقها تلت شوية تلت في الموضوع ده. حد احتفل بعيد الأب معاك ولا إيه؟ آه بجد؟ آه وعملوا لي يعني لا 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 هم يعني حسوا بتأنيب ضمير. أنا حاسة برضو بنفس تأنيب الضمير ده. خلونا نعرف أكتر عن مبادرة الأب القدوة وشروط المشاركة فيها من نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة بوزارة التضامن. صباح الخير عليك يا أستاذة نرمين. صباح الخير. أنبتلنا ضميرنا. لا بس أنا عايزة أقول لحضرتك بجد والله، إحنا يعني من كتر ما إحنا لما كنا بنقرأ قصص الكفاح الخاصة بالأمهات المثاليات حسينا بدور الأب، فبالتالي أطلقنا من السنة اللي فاتت مبادرة الأب القدوة. الغلبان والله، والله الغلبان يا أستاذة نرمين. هو والله بيتعب طبعا، الام بتتعب اكتر، ما حدش ابدا ابدا يقدر ينكر دور الام، ولكن الاب برضه فعلا منسي ما نقدرش ننكر. هو كمان انا عايز اقول لحضرتك ان دايما لما حتى نيجي نسالهم ايه المجهود اللي انت بذلته، يقول لك انا تعبت كتير جدا. هو ما بيعرفش يعبر عن المشاعر وعن مش بقول لك الغلبان، مش بقول لك الغلبان. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك ودايما انتوا عماد المنزل يعني اكيد طبعا. اتفضلي. طب عايزين نعرف المبادرة عملنا ايه، هنعمل ايه، ازاي هنعمم الموضوع ده. حضراتكم في وزارة التضامن عليكم مسؤولية كبيرة جدا ان المصريين يحتفلوا بهذا العيد. يعني خلينا اقول ان مصطفى امين لما اطلق عيد الحب المصري، ورغم مرور سنوات طويلة ما زال في عيد حب مصري وعيد حب عالمي. انتوا على فكرة ممكن تغيروا مسيرة الأسرة المصرية لو عملتوا شوية شغل. هتعملوا ايه؟ أكيد هو ده طبعا، إحنا تزامنا مع شهر التربية الإيجابية، وإحنا في التربية الإيجابية ورافعين شعار التربية مشاركة، التربية مشاركة بين الأب وبين الأم. وطبعا يعني انطلاقا من إن الأسرة المصرية هي الحاضنة الأولى للمجتمع المصري كله، والتأكيد على إن دور الأب محوري وليس دوره مادي فقط. بدأنا أطلقنا من السنة اللي فاتت مبادرة الأب القدوة في احتفالية رسمية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ده تأكيدا على ان يكون للأب دور في أسرته وفي المجتمع كمان. احنا فتحنا باب التقدم للمسابقه هذا العام من يوم 11/6/2024، متواصلين في تقديم في التقدم للمسابقه لغايه الخميس الجاي 27/6 بجميع مديريات التضامن الاجتماعي. عملنا اعلان في جميع مديريات التضامن الاجتماعي، وبالتالي جميع مديريات التضامن الاجتماعي بدات تخاطب الادارات وتخاطب الوحدات الاجتماعيه. احنا ان شاء الله هنكرم السنه دي 10 اباء قدوه، 4 أب طبيعي كل دور في أسرته في المجتمع، 4 أب لابن من ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة اللي هم بس يكون لهم تفوق دراسي أو رياضي كويس. وعندنا 3 كمان لأب كافل تكفل بأولاد غير بيولوجيين داخل أسرته أو مثلا ربى جد ربى أحفاده، أو عم ربى أولاد أخوه، أو خال ربى أولاد اخته. ايا كان الدور اللي قام بيه هو له حق ان هو يتقدم في المسابقه السنه دي. طب هل ممكن لو حد شايف ان في اب يستحق انه يبقى الاب المثالي يقدم بالنيابه عنه في المسابقه؟ ولو كده ايه هي المعايير؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان دايما احنا حتى في قصص الامهات المثاليات بنلاقي ان مش الام هي اللي بتقدم، يعني احنا حتى لما بننزل لجان تحقق بتفاجئ الام ان ولادها مقدمين، فبالتالي من حق اي حد ان هو يقدم لوالده، او من حق اي حد ان هو يقدم لحد شايف ان هو قدوه في المجتمع وشايف ان هو له دور في المجتمع. احنا عندنا السنه دي ان شاء الله مشترطين يكون السن لا يقل عن 55 سنه، عدد الاولاد 3 أو 6 سنين من الشرط دوت، محافظات الحدود زي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر واسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح. مشترطين كمان ان يكون له دور في اسرته ويكون له دور في المجتمع، يعني يفضل جدا ان هو يكون له دور في المجتمع، يعني له لمسه في المجتمع وفي دور في المجتمع الاخر.
طب والاحتفاليه دي هتكون عامله ازاي؟ هل هتاخد نفس الزخم اللي بتاخده احتفاليه الام المثاليه؟ مفروض ان هي تبقى على مستوى ال 27 محافظه ولا هي هتتعمل في القاهره بس؟ هو ان شاء الله هي على مستوى 27 محافظه، لكن احنا هنكرم 10 اباء فقط زي ما قلت لحضرتك، اربعه طبيعيين وثلاثه الاب من ذوي الابن من ذوي الهمم وثلاثه اباء كافلين، لكن مش هتاخد نفس الاحتفاليه الرئاسيه، لكن هي هتبقى احتفاليه على مستوى وزاره التضامن الاجتماعي، بالاضافه طبعا لان هيكون في تكريم من احدى مؤسسات المجتمع المدني زي ما قلت لحضرتك، هتقدم هدية يعني هتقدم هدية عينية للفائز، بالإضافة كمان إن احنا هنطلق مسابقة اسمها يعني إيه تصورك للأب القدوة، أو إيه يعني إن أنت متخيل إيه هو الأب القدوة. احنا مستهدفين في المسابقة ديت الشباب اللي هم لسه حديث الزواج، يعني أنت شايف إيه هو تصورك إن أنت تكون أب قدوة إزاي؟ نشكرك نرمين منصور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الأسرة بوزارة التضامن، ويعني بالتوفيق لكل الآباء المرشحين للمسابقة. ويعني حلو بأننا نحتفل بعيد الأب، يعني أنا والله أتمنى أنها تاخد نفس الزخم الرئاسي، وأن فعلا يبقى الأب المثالي يعني مكرم كده، وبتستضيفه كل برامج التوك شو يبقى قصته معروفة والمصريين يتكلموا عنه، ويبقى في حالة من وخليني برضو ابقى صادق برضو ومنصف، السوشيال ميديا عامله شغل في القصه طبعا دي. اكيد. والسنه دي في ناس كتير بتتكلم عن عيد الاب لو قارناها بالسنوات اللي فاتت، ففي تقدم في القصه دي بس. ولسه يعني قدام كمان هتلاقي الموضوع خد نفس زخم عيد الام ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله. يعني دوركم اكيد، انتوا فعلا يعني عمود البيت زي ما استاذه نرمين كانت لسه بتقول.